يا مساء الخير والسرور، يا هلا وغلا باطن المتابعين بالعالم. اول شيء صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على محمد. اليوم جايينكم يا اهل الشرقيه باعلان حلو، اعلان عروض الصيف هونداي المجدوعي. مسوي لكم خصومات وعروض على بعض السيارات الموجوده عندهم. تعالوا مع بعض خلونا نشوف وش العروض اللي مقدمينها لكم هونداي المجدوعي. تعالوا خلونا ندخل ونشوف العروض اللي مقدمينها لكم هونداي المجدوعي. الجو حر شوي لكن اشوى، في هواء يا ربك الحمد، اهم شيء انه في رطوبه. ما شاء الله تبارك الله، الصاله كبيره، وجاي ومتعمد انا وقت الظهر عشان اجي اخذ راحتي واصور على كيفي. خلونا نبدا ونشوف وش العروض اللي مقدمينها لكم لبعض السيارات. طبعا اول شيء نبدا البلفينيو، راح يبدا قسطه ب 999، صفر دفعه اولى، صفر رسوم اداريه، صيانه مجانيه 15000 كيلومتر، 5 سنوات خدمه مساعده على الطريق. طبعا تطبق الشروط والاحكام. هذه الواجهه الاماميه للفينيو، هذه من الفئات الاعلى. طبعا الماكينه 1 لتر، قوه الاحصنه 120 حصان. هذه الجهة الجانبية، جايب السك باللون الأبيض، جنط مكحل، وهنا عندك صرفية البنزين يمشيك اللتر 18.6، وهذا الشكل الخلفي. هذا يصلح مدينة سواء شباب وأكثر شيء للبنات. طبعا هنا الصف الثاني جايب اللون الأزرق، شكله حلو ومرتب. بعضكم يقولوا بندر يمكن هذا ضعيف أو شيء، شوف بقولك شيء، يعني البنات بشكل عام ما راح يفكرون بالقوة دايم، سواقه البنات بشكل عام ما تنطبق مثل الشباب، ما يعني لا راحت سرعة ولا راحت قوة ولا، فما عنده مشكلة تبي تروح تداوم مدرسة جامعة لا زي كذا سوق شو زرة حكم نوافذ. هذا موتر مرتفع ومشكله وحلو وسعره معقول، ثبت سرعة، الشاشة هنا بالنص، الجير تبترونك، جنط يدوي. بشكل عام هذا دايم هو يصلح شباب وبنات، وخاص البنات لأنه زينته إنه مرتفع شوي، لا جابوا المواقف بالرصيف ما راح تحك الصدام الامامي. تعال خلونا نشوف الحين وش السياره. هونداي اكسنت راح يبدا قسطه بكم؟ 999 ريال، صفر دفعه اولى، صفر رسوم اداريه، صيانه مجانيه 15000 كيلومتر، وخمس سنوات خدمه المساعده على الطريق. وهذا الواجهه الاماميه، هذه من اكثر السيارات اللي يحبونها الناس. الفئة هذه سعرها 68، الماكينة 1005، وقوة الاحصنة 115، والجير اي في تي. هذا شكله مع الجنب. اكتبوا لي بالله ليش الناس يحبون الاكسنت والانترا بشكل كبير. هذا الشكل الخلفي، هي صراحة اثبتت على ما قال صفيته بزي 18.9، قوة التحمل والجلد والكرف، مخارج مكيف 2. هذا جهة السواق، أوريكم الحين جهة السواق من باب السواق، إزرة تحكم بالنوافذ، كرسي يدوي، مراتب باللون البني اللي قريب للعسلي، فيها مثبت سرعة، الشاشة هنا، تبترونك الجير، جنط اليدوي. تعالوا الحين الأصغر سيارة عند هونداي i10. راح يبدا قسطه ب 899، ونفس الوضع، صفر الدفعه اولى، صفر رسوم اداريه، صيانه مجانيه 15000 كيلومتر، وخدمه مساعده 5 سنوات على الطريق، تطبق الشروط والاحكام. طبعا الدفعه الاخيره توصل تقريبا الى 45%. هذه الواجهه الاماميه شكل حلو ومرتب. هذه الفئه 61، محرك 1283 حصان. طبعا الكاش اكيد راح يكون لهم وضع خاص، الكاش لهم خصومات طبيعي، بس انا جالس اذكر لكم الحين حقت اللي بياخذ اكسنت. وهذا الشكل الخلفي، صرفيه البنزين يمشيك لتر 18.1، وهذا الصف الثاني، وحليله بها مخارج مكيف 2، تكيف النص. هذا جاهز، وهنا خذ ذكي بصمه، هذه حليله القطمه بعد، شاشه اللون جاي فيه لون بني غامق مع الاطراف. نجي لمقفله الملفات على قولتكم
هونداي الانترا راح يبدا قسطه نفس السياره هذه ب 1199 ريال. نفس الوضع، صفر دفع اولى، صفر رسوم اداريه، وصيانه مجانيه 15000 كيلومتر، وخمس سنوات مساعده على الطريق. هالسياره هذه هي اقل فئه. هذا الواجهه الاماميه، وعندنا طول العمر هذه الماكينه 1623 حصان. هذه شكلها مع الجبل، نفس الوضع، الكاش لهم وضع ثاني. هذا الجهه الجانبيه والشكل الخلفي، هذه فيها حساسات خلفيه، الشكل لتر 19.3، وهذا شكل الجلد مقاس 16. وهنا الداخلية بيج، وهنا مخارج مكيف، تكاية بالنص، وهذه جهة السواك. أوريكم من هنا زر التحكم بالنوافذ، كرسي يدوي، وهنا عندنا الشاشة الصغيرة، الشاشة هنا تترنك شرط يدوي. هذا اللون الكحلي، والله كاني اول مره اشوفه. ها، ايش رايكم باللون؟ طيب بنجي الحين السياره ما قبل الاخيره يا صديقي، هونداي كريتا. كريتا يجي كريتا العادي، ويجي جراند كريتا. كريتا راح يكون ب 1199 ريال، ونفس الوضع، صفر دفع اولى، صفر رسوم إدارية، نفس الكلام اللي قلت لكم قبل. هذه واحدة من الفئات، بس القسط راح يبدأ بأقل فئة. هذه من الفئات الأعلى، 115 حصان، كينا 1005. هذا شكله مع الجنب، سقف بانوراما، مراتب جلد، شبابي وبنات، متشكلب ومرتفع ورايق وواسع، سواقته حلوة. بنزين مشيك 18.1، واللتر حجم الماكينة 1005. شوفوا ما شاء الله، في وسع، تكاية بالنص، مخارج مكيف، سقف بانوراما، وشاشتين. حتى الشكل رايق، سقف بانوراما. قد جربناه ورحنا بخط الحاي. هذه الداخلية. الناس اللي يبون كوري كد ومد على قولتهم، هذا أنا أشوفه من السيارات الحلوة واللي سواقته حلوة، خط مدينة. نجي لآخر سيارة هونداي يكون 2023 الشكل الأول. الكاش راح يبدأ سعره ب 79.999، يعني 80,000 ريال. هذا للكاش. القسط الشهري راح يبدأ ب 1166 ريال، صفر دفع أولى، صفر رسوم إدارية، وعازل حراري مجاني، وصيانة مجانية 15,000 كيلومتر، وخمس سنوات خدمة المساعدة على الطريق، والكمية محدودة. سعره ب 80,000، شوفوا أنا جدا مناسب. هذه الواجهة الأمامية، والناس اللي يبون الشكل الأول ويبي سعر أقل، شوف ما شاء الله. هذا الجهة الجانبية، يمشيك اللتر 17.5، ومكين 2000. طبعا هذه واحدة من الفئات، القسط اللي قلت لكم هو السعر يبدأ. وهذا الصف الثاني، تكاية بالنص، وهذه جهة السواق. زرار تحكم بالنوافذ، ثبت سرعة، شاشة صغيرة اللي بالنص، وشاشة كبيرة، جير تترونيك، وجرانت يده. بس خلصنا الغالين، بحط لكم أرقامهم وحساباتهم. هذه عروض الصيف الهونداي المجدوعي. فمان الله وبحفظ الكريم.